فعاليتنا هي من النشاطات اللي نحن متعودين نعملها للطلاب كل فترة وفترة، نشاطات ترفيهية يعني، لأنه نحن فريقنا يعنى بمحو الأمية وتعليمهم، تعليم فئة الكبار من الشباب يعني اللي أعمارهم فوق 14 سنة، فنحن دائما نعمل لهم هيك نشاطات ترفيهية لحتى يحسوا بتسلية، نوع من التسلية والاندماج مع المجتمع مع رفقاتهم. فريق لمة أمل هو يعنى بالتعليم، تعليم محو الأمية ضمن منهاج حسب وضعهم الصحي عم نشتغل عليه. هي دوراتنا هي عم تكون مدتها 6 شهور، بنهايه الدوره في لهم شهاده صف سادس حسب مستوى، شهاده مستوى اول، مستوى ثاني، حسب مستوى يعني مستوى وضعهم الصحي، يعني اذا هو قادر على الاستيعاب او لا. نحن هلا كل فتره وفتره بنعمل نشاطات، مثل ما شايفين اليوم كل فتره بناخذهم على نشاطات هيك ترفيهيه، لانه هن كثير بحاجه، خاصه هلا بالصيف نجي على الربوه، احيانا بنروح على كمان بناخذهم رحلات تعليميه مثلا على متحف العلوم، حتى كمان يتعرفوا على معالم بلدهم. انا بعطيهم بعض الاعمال الفنيه النحاسيه والتشكيليه، والبعض كثير منهم انه عندهم تجاوب الحمد لله، ولقينا احنا حابين نطلقهم لسوق العمل عن طريق اهاليهم، نعطيهم تحفه فنيه بتكون بسيطه وهن بيشتغلوها من المواد الاوليه، مثل شجره من النحاس عم نعطيهم اياها والاسلاك النحاس، او بنعطيهم لوحه كيف يساووا انهم يمرروا القضبان النحاسي والخيوط النحاسيه عبر هاي اللوحه ويلونوها بايدهم. الفرحه والابتسامه على وجوههم، هن فريق صدقوني، فريق في عنده محبه، في عنده روحانيه خاصه فيهم، بتمنى نعيش مثل حكايتهم بدون وجع وبدون مشاكل، صدقوني عايش بدون مشاكل مرتاح. نحن جايين نعمل نشاط ترفيهي للطلاب، محضرين لهم مجموعه من التحديات والالعاب والمسابقات. جاي اتسلى مع رفقاتي واصحابي هون. بشتغل ساعد ماما بالبيت، بالصوف، بالكيب، ساعد انا في بازار 6 شهور. مزود من امان في دراسه، في قراءه، في قراءه. الحمد لله. هلا يا حمية شاطرين. اليوم في لعب ان شاء الله. يا